أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع حجاج العالم في الفاتيكان. البطريركية اللاتينية تحتفل بمرور 150 عاماً على نشأة مدارسها. قداس احتفالي في الأردن بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة. وفي نشرة أيضاً، الأميرة بسمة بن طلال تفتتح بازار السلك الدبلوماسي بعمان. أهلاً بكم. خلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، أكد قداسة البابا فرانسيس لجموع الحاضرين وخاصة القادمين من لبنان والشرق الأوسط أن من يؤذي عضواً في الكنيسة يؤذي المسيح نفسه، موضحاً أن الله قادر على تبديل قلوبنا الحجرية إلى قلوب رحيمة، وقال: أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من لبنان ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن التحول من شاول إلى بولس ومن المضطهد إلى رسول الخبر السار يعلمنا أن اللقاء مع القائم من بين الأموات يتوب القلب. لقد غمر نور المسيح وجود بولس وأضاءه ووجه حماسه لخدمة الله والشريعة نحو خدمة الآخرين وكلمة الله. لنطلب من الرب القائم من بين الأموات أن ينير ويحول جميع الأشخاص الذين ما زالوا اليوم يضطهدون المؤمنين معتقدين أنهم بهذا يتممون مشيئة إلههم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. التقى سمو الأمير الحسن بن طلال في الفاتيكان قداسة البابا فرانسيس، ودعا سموه خلال اللقاء إلى إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية المشتركة بدلاً من التفرقة، وإيجاد ثقافة مجتمعية تكون غنية بالتعددية المبنية على الاحترام المتبادل وفهم الآخر. من جانبه، أكد البابا فرانسيس أهمية وضع المنظور الإنساني في الأساس من أجل بناء عالم أكثر عدلاً وتعزيز مفاهيم المواطنة والتضامن الإنساني. كما التقى سموه الكاردينال رافاسي رئيس المجلس البابوي للثقافة والكاردينال ميغيل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، حيث تناول اللقاءان أوجه التعاون المختلفة خاصة في مجال الحوار بين أتباع الديانات. رعى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر الاحتفال الذي أقيم في مركز سيدة السلام بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. المزيد في سياق التقرير التالي. تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر، أقامت الإدارة العامة لمدارس البطريركية اللاتينية في الأردن احتفالية بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس ونشأة أولى مؤسساتها التربوية. وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في مركز سيدة السلام النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي وسفير الفاتيكان في المملكة المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والبطريرك فؤاد الطوال ولفيف من الأساقفة والكهنة وشخصيات تربوية والأسرة التعليمية والإدارية في مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن. وأعرب مدير عام المدارس الأب وسام منصور عن مشاعر الشكر والحمد والابتهاج لكل ما منحه الله تعالى من نعم وبركات طيلة 150 عاما من بدء خدمة ورسالة مدارس البطريركية. تغمرنا السماء اليوم ونحن نتنسم عبق هذا المكان المقدس وبالكثير من أمطار الخير هذه بمشاعر الشكر والابتهاج، مشاعر الحمد والترنيم لكل ما أعطانا الله من نعم وبركات خلال 150 عاماً من خدمة مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، والذي تزامن
مع احتفال العالم بعيد المعلم. ففي وسط عصر اتصف بالظلمة والجهل، سطع نجم في رواب السلط الأبية يبشر ببداية عصر جديد، نجم تألق بتضحية وعطاء الكهنة المرسلين من البطريركية اللاتينية في القدس ليبدأ مسيرة التأسيس التي انطلقت في عام 1869، مسيرة بدأت من لا شيء وبأبسط الوسائل، فقد كان الهدف إخراج المجتمع من ظلمة الجهل والأمية وترسيخ أخلاق وقيم البداوة العربية والإيمان المسيحي التي كانت موجودة في المجتمع آنذاك. من جهتي رفع المطران ويليام الشوملي الشكر لله تعالى كون مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن بدأت مجانية منذ منتصف القرن 19 وبقيت إلى اليوم غير ربحية، وتطلب من الطلاب أقساطا زهيدة لا تغطي مصاريفها. كما رفع شكره لمعلمي ومعلمات المدارس المخلصين الذين يواصلون العمل في ظروف اقتصادية صعبة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، امتداداً للدور التربوي الذي تقوم به مدارسنا، أنشأت البطريركية اللاتينية قبل 10 سنوات جامعة عصرية في محافظة مادبة، جامعة غير ربحية تريد أن تقدم للأردنيين خاصة ولأبناء مدارسنا للأردنيين عامة ولأبناء مدارسنا خاصة أفضل تعليم مع مراعاة الظروف المادية التي يمر بها بلدنا في هذه الفترة الحرجة. وقد خرجت العام المنصرم 350 خريجاً وخريجة في 20 تخصص، وهي مفتوحة لكم وترحب لمن يرغب الانتساب إليها. أيها الإخوة والأخوات، أوجه كلمة تهنئة صادقة لخريجي مدارسنا المبدعين الذين تعبوا وسهروا وكافحوا ووصلوا إلى أعلى المعدلات في الثانوية العامة. هم اليوم موضع فخرنا واعتزازنا، كما هم موضع فخر ذويهم ومدارسهم. أتمنى لكم أيها الخريجون والخريجات كل خير وتفوق، مصلياً لكم كي تبدعوا على المقاعد الجامعية وتسهموا في بناء مجتمعكم ووطنكم بقيادة راعي المسيرة التربوية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وألقى الأستاذ بديع خضر كلمة باسم معلمي مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، أشار فيها إلى أن الطلاب قد حققوا أعلى النسب في الالتحاق بالجامعات والمعاهد ونجحوا في شق دروب حياتهم وكونوا أسرا مستقرة وحققوا قصص نجاح في حياتهم المهنية، وأضاف: حفظنا الكريم، عند التحاقي بالبطريركية عام 1976 كمدرس للكيمياء لم أتخيل ولو للحظة أنني سأستمر لزمن يصبح مألوفاً لدي سماع طالب يقول: أستاذ أنت درست أبي أو أمي. وحقيقة فإن هذه الاستمرارية ترجع لأجواء عمل تشعرك أنك ضمن عائلة في البطريركية التي بلا شك من آخر المؤسسات التربوية ذات الرسالة وغير الربحية، هدفها الطالب والمعلم فيها شريك وليس موظفا بالمعنى التقليدي. تعلمنا من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأيضا من طلابنا في بيئة نموذجية بجهد متطلع للانفتاح على العلم والفكر والفكر الحر والإيمان. وفي لقاء خص به فضائية نورسات
أعرب راعي الحفل الدكتور رجائي المعشر عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها مدارس البطريركية على مدى 150 عاماً، وقال: أنا فخور جداً أني أكون اليوم وأشارك في هذا الاحتفال القيم، خاصة أنه جاء في يوم المعلم اللي كلنا من نحترم ونجل ونقدر، المعلم المربي، واستمعنا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في 150 سنة الماضية، وتزايد أعداد الطلبة ونوعية التعليم والمستوى الرفيع والعالي لخريجين هذه المدارس البطريركية اللاتينية، كلهم على أعلى مستوى ويساهموا مساهمة فعالة في بناء الأردن الحديث، فالله يعطيهم الألف عافية، وإن شاء الله أتمنى لهم جميعا دوام التوفيق والنجاح والتوسع في مدارسهم في جميع أماكن المملكة المختلفة في وتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك من رفع سوية المواطن الأردني تعليما ومعيشة وثقافة. وخلال الاحتفال تم تقديم مقطوعات فنية وغنائية قدمها طلبة مدرستي ماركا وجبيها، تغنت للأردن ولرسالة مدارس البطريركية في المملكة. كرم راعي الحفل الدكتور المعشر المعلمين والمعلمات الذين خدموا في المدارس ما يزيد عن 30 عاما، كما كرم الطلبة الأوائل في الثانوية العامة. افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي في العاصمة عمان بمشاركة نحو 50 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة، ويعود ريعه لدعم أطفال مبرة أم الحسين الخيرية للأيتام. وقد عرضت البعثات المشاركة منتجات متنوعة تعكس حضارة وتقدم بلادهم، وحضر حفل الافتتاح حشد كبير من المسؤولين والمهتمين. وأشارت الأميرة بسمة في كلمة لها إلى أهمية هذا الحدث الخيري وما يشكله من دعم للمبرة لتمكينها من استدامة رسالتها الإنسانية وتطوير خدماتها المقدمة للأطفال المستهدفين، وأعربت عن تقديرها لجميع السفرات والهيئات الدبلوماسية المشاركة في البازار، كما أكدت أن هذه المشاركة تجسد روح العمل الخيري النبيل وتعكس كذلك قيم التكافل بين الناس. وأكد سفراء مشاركون أن البازار الخيري يؤكد المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها الهيئات الدبلوماسية تجاه المجتمعات والدول التي تعمل فيها. يعني ما شاء الله إنه يعني لأنه البازار 55 أعتقد إنه هذا دليل على تجاوب المجتمع الأردني الطيب، وايضا يعني خليني اقول الدور الانساني اللي بيلعبوه كمان كل السفارات، وحرصهم على هذا التضامن والتكافل الدولي من اجل دعم مبرة أم الحسين، ويعني الحمد لله انه بوجود وباستمراريه الدعم يعني والمؤازره والشعور الطيبه من قبل المجتمع الأردني ومن قبل أيضاً السلك الدبلوماسي في الأردن، يعني كلنا بنعمل من أجل هدف واحد وهو فعلاً خدمة الإنسانية وخدمة شبابنا وتوفير لهم مستقبل أحلى وأفضل ومستقبل مجدي. والسنة أنا كتير سعيدة أنه بالفعل في تغييرات كتير كبيرة على البازار من ناحية الترتيب، من ناحية أيضا يعني كل سفارة المحلات اللي موجودة، فأعتقد أنه إن كان جوا أو برا للسنة الجاي أيضا رح يكون في هيك توجه خليني أقول حديث ومجدد، واللي بيشجع كمان المشاركة وبيشجع الزيارة لهذا البازار ولهذا الحدث السعيد. قرر قداسة البابا فرانسيس نقل سيادة السفير البابوي لدى الأردن والعراق المطران ألبرتو أورتيغا مورتن من سفارة الفاتيكان في عمان إلى سفارة الفاتيكان في تشيلي بعد أن أمضى 3 سنوات من العمل الدبلوماسي في المملكة. وكان المطران أورتيغا وهو من مواليد العاصمة الإسبانية مدريد قد عمل سفيرا للكرسي الرسولي لدى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية منذ آب 2015، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الكنسي،
وعمل من قبل في نيكاراغوا وجنوب إفريقيا. مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتمنون لسيادته التوفيق في مكان رسالته الجديد. مع الاحتفال بعيد سيدة الوردية، تم البدء باستكمال البناء لكنيسة القديس بولس الرسول في منطقة الجبيهة التابعة للعاصمة عمان، واضعين هذا المشروع تحت حماية ومعونة أم الله وسيدة الوردية المقدسة، حيث أن المشروع يتم بحسب المخطط الزمني المرسوم له، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر آذار القادم، إذ سيحتفل أبناء رعية القديس بولس بعيد الفصح المجيد القادم في الكنيسة الجديدة. ومن المعلوم أن الكنيسة ستكون من أكبر كنائس رعاية الأبرشية، إذ ستتسع لما يزيد عن 1000 مصلٍ، علماً أن استكمال مشروع بناء الكنيسة والذي توقف لفترة طويلة قد تم بدعم مادي ومعنوي من فرسان القبر المقدس في ألمانيا وأبناء الرعية والمحسنين المحليين. وبهذه المناسبة المباركة، مناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة، أقيم في كنيسة كلية راهبات الوردية المقدسة بعمان قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور عدد كبير من المؤمنين. إلى التفاصيل. يا سلطانة الوردية، يا سلطانة السلام، روعة الحب المقدس، يا شفيعة الأنام. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي في كنيسة كلية راهبات الوردية الشميساني، وذلك بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدس. وشارك في القداس الإلهي المطران ألبرت أورتيغا مارتن السفير البابوي لدى الأردن والعراق، وعدد من الكهنة والشمامسة، ولفيف من الرهبان والراهبات، لا سيما المنتدبة الإقليمية للرهبنة الأخت مشلين المعلوف، ورئيسة الكلية الأخت كونشيتا حسان، ولفيف من راهبات الوردية ومعلمو ومعلمات وطلاب الكلية، وجمع غفير من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، وركز المطران الشوملي في عظته على الإيمان وقال: عرف يسوع الإيمان بالنور، لأن يسوع الذي نؤمن به هو نور العالم، ومن تبعه صار في ضياء الحق وطمأنينة السلام. لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذه التوتة: انقلعي وانغرسي في البحر، فأطاعتكم. بمعنى آخر، لو كان عندكم إيمان بسيط لصنعتم المستحيل، لأصبح المستحيل ممكنا. يتكلم يسوع عن مفاعيل الإيمان، إيمان البسطاء. فكم بالأحرى عندما يكون الإيمان أكبر من حبة الخردل، عندما يكون الإيمان نوراً نهتدي به صباحاً ومساءً. كما تكلم سيادة المطران الشوملي عن الذين آمنوا وكيف أن الإيمان أثر في حياتهم، ومن أعظم الذين آمنوا اثنان: إبراهيم الخليل أبو المؤمنين، وسيدتنا مريم العذراء التي عاشت أحداث حياتها بنور الإيمان. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان يخلص ويحدث معجزات وينقل الجبال
آمن قائد المئة فشفي عبده، آمنت الكنعانية فشفيت ابنتها، آمن البرص العشر فطهروا من برصهم، آمن بطرس فمشى على الماء وعندما شك أخذ يغرق، آمن زكى فنال الخلاص، آمنت المرأة الخاطئة فغفرت خطاياها. نعم، البار بالإيمان يحيى والخاطئ بالإيمان يخلص. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يذكرنا إنجيل اليوم كما يذكرنا عيد الوردية بأولوية الإيمان في حياتنا. ومثل الرسل نطلب من يسوع في هذا المساء: يا رب زدنا إيمانا، فيجيبنا في الحاضر: لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم. نعم، النمو في الإيمان هو نعمة كبرى، لذلك نطلب بشفاعة سيدة الوردية لكم جميعا أن يزداد إيماننا، لأن البار بالإيمان يحيى. آمين. وفي نهاية القداس شكرت الأخت لوريت زوايدة باسم الأخت كونشيتا حسان والأخوات الراهبات المطران الشوملي لترأسه هذا الاحتفال، كما شكرت جميع الحضور وكل من عمل لإنجاح الحفل، طالبة من الرب بشفاعة أمنا مريم العذراء أن ينال الجميع من الرب فيض نعمه وغزير بركاته. على الصعيد ذاته، ترأس الأب ميغيل قداساً احتفالياً بمناسبة عيد الوردية في كنيسة قلب مريم الطاهر اللاتين لفحيص. وركز الأب ميغيل في عظة القداس على معاني المناسبة، مقدماً التهاني لراهبات الوردية بعيدهن المبارك. وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن أمام الجماعة الحاضرة من الرعية، فيما تقبلنا أيضاً التهاني عقب القداس مباشرة، حيث قدمت القهوة العربية والحلوى لجموع الحاضرين. وفي بلدة السماكية جنوب الأردن احتفلت رعية القديس ميخائيل اللاتين بعيد الوردية، وذلك بقداس احتفالي ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة، بحضور الشماس الإنجيلي زع الحجازين والأخوات الراهبات وجموع من المؤمنين. وخلال القداس تم تجديد النذور الرهبانية الدائمة، وبعد ذلك قدمت الرعية التهاني للأخوات الراهبات في ساحة الكنيسة. أقيم في كنيسة العائلة المقدسة ببيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس مار منصور شفيع راهبات المحبة، الذي كرس حياته في عمل الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديس مار منصور ديبول أب الفقراء، ترأس الأب خليل مارون رئيس دير الموارنة في القدس قداساً احتفالياً في كنيسة العائلة المقدسة في وسط مدينة بيت لحم، بمعاونة عدد من الكهنة والراهبات وجمع من المؤمنين. وفي وعظة الأب مارون الذي أشاد بالقديس منصور والذي يعرف بأبي الفقراء وشفيع راهبات المحبة، والذي كرس كل وقته في سبيل عمل الخير والتضحية لخدمة الفقراء والمحتاجين والمهمشين والمحرومين من كنف الأمومة والأبوة،
وحث على العيش برسالة القديس منصور دي بول. وعبر الأب خليل عن فرحته بوجود جمعية مار منصور في العالم أجمع. ونحن اليوم موجودين هون عند رهبية المحبة اللي هن عندهم الكراش مثل ما بيقولوا له. الكراش هو رهبية بيستقبلوا أولاد صغار طفالة يعني من جمعة لست سنين، بياخدون يعني بيكونوا الرهبات لقلهم كأمات، بيهتموا فيهم بيطعمون بينيمون لحتى يصير عمرهم ست سنين. أكيد هذه المؤسسة أسسها مار منصور دو بول وقت يلي كان بفرنسا، كانوا يتركوا الأهل الأولاد على باب الكنيس، وأراد أنه رهبات أسس أراد أنه رهبات المحبة يهتموا بهالولاد الصغار يلي متركين وما عندهم حدا. وهيدا الشيء دفع الرهبات على انهم يتبنوا هالولاد محبة بيسوع المسيح، هو يلي ولد على هالارض كفقير. كان اكيد كان المهم انه هالرسالة تكون موجودة كمان برهبات المحبة مع مار منصور، هو يلي من الاول اختار الاشخاص الاقل فقرا، الاشخاص يلي متروكين مهمولين ما عندهم حدا. هيدا هو حب يسوع المسيح وحب يخدم يسوع المسيح بهالاشخاص، وكان يشوف يسوع المسيح من خلال هالاشخاص الفقراء يلي ما عندهم حدا. وها هن راهبات المحبه اللواتي يعتنين باطفال حرمتهم الدنيا العيشه ضمن عائله وبغض النظر عن الدين واللون والعرق، وهن ايضا اللواتي سرنا بنفس طريق مار منصور. واليوم عندنا عيد المؤسس الرهبني مار منصور، ومار منصور رجل مشهور بالكنيسة بخدماته الإنسانية وبتضحياته وبمؤسسة راهبات المحبة والآباء العذريين يلي هن أسس الرهبات سنة 1631 لخدمة الفقراء، وانتشروا بالعالم أجمع لخدمة كل المحتاجين، لخدمة الإنسان المريض المحتاج المهمش الفقير، وكمان للأطفال يلي محرومين من جو عيلة. وهون كراش مار منصور ببيت لحم هو بيستقبل كل الأولاد يلي تركون أهلهم أو صار مشكلة معينة أو هن مرضى، وبيربون وبيهتموا فيهم. بالإضافة إلى في مشفى هو مشان الولادة. رهباتنا هون بالمنطقة معروفين بالخدمات الاجتماعية والإنسانية، ومش بس عنا هون، عنا عدة إدارة بالمنطقة بيهتموا بالمعاقين، بيهتموا بالخدمات الاجتماعية، وكل هالخدمات بتأدي لاحترام ومساعدة الإنسان الفقير. وفي ختام القداس هنأ الأب مارون الرهباتي على تضحيتهن لتربية أطفال مؤسسة الكريش. وبعد القداس أقيم حفل استقبال لجميع المدعوين في قاعة الكنيسة. نحن اليوم عالم اليوم كتير كتير بحاجة إنه نشوف شخص زي مار منصور، لأنه كل العالم اليوم بيجري وراء القيادة وراء السيادة، والعنف اليوم كتر بشكل رهيب، اللي فيه كتير صار مشردين وكتير صار فيهن المحتقرين واللي بحاجة إلى يد حنان. وإن شاء الله يكون بين الناس يطلع لنا شخص اللي هو يكون شخصية، ياخد شخصية مار منصور اللي كله حب، اللي عارف كيف إنه من منذ زمن طويل عارف انه اليوم الشؤون الاجتماعية، احنا متغنى بالشؤون الاجتماعية، لكن هو بقول هو مؤسس الشؤون الاجتماعية. وان شاء الله اليوم نلاقي السيد المسيح بوجوه كل فقير، نشوف نتعامل مع الناس بإنسانية، لانه نحن اليوم عالمنا فقد الإنسانية واصبحنا اكثر من الوحوش. فان شاء الله
بقول كل عام بخير، وبتمنى بتمنى بتمنى انه زي ما كيف هالرهبات حاضنين هالاطفال نلاقي مؤسسات اخرى اللي تلم هالاطفال اللي بحاجة لحماية وصيانة، لانه بالسيد المسيح حدا اشتغل عليه لما اتى اللي يدعو للملكوت، الملكوت الله هو ملكوت المحبة، ملكوت مشيئته. المزبوط لما بنحكي عن الكريش بنعرفش من وين نبلش وين ننهي، لانه هذا جهد عمره تقريبا 350 سنه و140 سنه بالاراضي المقدسه. طبعا الكريش هو المؤسسه الوحيده في اراضي السلطه الفلسطينيه في الوقت الحالي اللي بيشتغل لرعايه شريحه من الاطفال اللي هم اطفال معنفين، اطفال متروكين، بنقدر نحكي اطفال مجهولين الابوين، اطفال غير شرعيين بيولدوا خارج اطار الزواج، واطفال اللي بيجوا من قضايا من بيوت اللي هي مفككه، بنحاول نعطيهم فرصه ثانيه يعيشوا حياتهم ويعيشوا حقوقهم. فهذا الشيء اللي بنحاول نسويه بهذا المحل. طبعا لما بنحكي عن رهبات المحبه وحضانه العائله المقدسه وارساليه مار منصور، ما بنحكي بس عن الكريش، بنحكي عن بصمه اجتماعيه وطبيه وتربويه كثير كبيره في كل الاراضي المقدسه. احنا عندنا بيوت بالناصره، بحيفا، بالقدس، واكيد في بيت لحم في اراضي السلطه الفلسطينيه. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسه مستشفى العائله المقدسه بيت لحم. قدم سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن محاضرة روحية خلال برنامج خاص بالمقبلين على الزواج الذي نظمته مطرانية الروم الأرثوذكس في قاعة كاتدرائية البشارة في منطقة العبدلي، بحضور قدس الأيكونومس سالم مدنات وثلاثين شابا وشابة يستعدون لنيل سر الزواج المقدس. وخلال المحاضرة قدم سيادته شرحا عن أهمية هذه الدورة التي تساعد الشباب والشابات في ازدياد معرفتهم الروحية، وأوصاهم في الختام بضرورة وأهمية أن يذهبوا للكنيسة قبل حفل الزفاف وأن يتقدموا لسر التوبة والاعتراف ومن ثم المناولة المقدسة لكي يكون الله معهم في حياتهم ويسدد خطاهم ويبارك نسلهم. وفي الختام قام سيادته بالسلام على جميع الخطاب والتقط معهم صورا تذكارية. برعاية السيد فارس الصايغ وبحضور قدس الأب عبد الله حمارني راعي كنيسة القديس جوارجيوس الهاشمي الشمالي، نظمت لجنة الشبيبة الاجتماعية في جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية بعمان دوري كرة القدم الأرثوذكسي الثاني لكافة الشبيبات في المملكة، حيث أقيمت المباريات التي كانت بدعم من كافة المؤسسات الشبابية الأرثوذكسية في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية الشميساني. ويمتاز موسم هذا العام بمشاركة واسعة من الشبيبات والكشافة والمؤسسات الأرثوذكسية من مختلف مناطق المملكة. طبعا يمتاز هذا الدوري هاي السنة انه عم بيجمع كافة يعني او معظم الشبيبات والكشافة والمؤسسات الأرثوذكسية على جغرافيا الوطن. في عنا من عجلون، من عنجرة بالشمال، في عنا بالجنوب الكرك، في عنا من الزرقاء للسلط، مرورا بالعاصمة الحبيبة عمان طبعا بكل كشافتها ومؤسساتها من النادي الأرثوذكسي وماركا والكشافة الأرثوذكسية طبعا. فإحنا يعني هدفنا السامي هو كجمعية أن نكون وطن لجميع الأرثوذكسيين والوطنيين في هذا الوطن الحبيب، خصوصا هذا الزمن اللي عم نمر فيه اللي الناس عم بتكون كتير شوي يعني انطوائية، بتعرفوا على السوشيال ميديا وكذا، فمنحب أنه نعزز أي نشاطات فيها تواصل مباشر بين الناس. فأنت زي ما أنت شايف هون كل الناس مع بعض بمحبة، بتتعرف على بعض، تقضي وقت مع بعض، أكثر من 12 ساعة راح نكون مع بعض، الملاعب كلها مفتوحة، كرة قدم، سلة، مطاعم موجودة، فبقضوا الشباب مع بعض يعني بروح رياضية عالية، أجمل الأوقات في يعني صرح الجمعية والمدرسة الوطنية الأرثوذكسية. إحنا كلجنة شبيبة طبعاً هذا أحد نشاطاتنا، ولكن عندنا نشاطات كتير ثقافية، نشاطات اجتماعية على مدار العام، ولكن تعرف كرة القدم ومحبة الناس لكرة القدم عم تكسب يعني زخم كتير كتير كبير، بحيث إنه الجميع عم بيكون معنا، وهذا إشي بيسعدنا ومتعهد للشباب إنه نستمر بهذا العطاء ونشترك مع بعض كلنا طبعا. ومنرحب أكيد بكل أعضاء لجنة الشبيبة الاجتماعية اللي هم عن جد كانوا جنود لأكثر من مدة شهر بالترتيب وبالتنظيم، فهو هذا عمل مجهود مشترك وليس فردي. نشكر كل المجموعات اللي مشاركة والشباب اللي مشاركين من الشبيبات، وهذا نشاط رياضي جيد ودائما نستمتع فيه إحنا كأهل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع حجاج العالم في الفاتيكان.
البطريركية اللاتينية تحتفل بمرور 150 عاماً على نشأة مدارسها. قداس احتفالي في الأردن بمناسبة عيد العذراء سيدة الوردية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.